السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير، يا رب يحفظكم ويحفظ عوائلكم. محاضرة مكتوب عنوانها 4، وواحدة مكتوب عليها 4A، وواحدة مكتوب عليها 4B. ومحاضرة لوخ، يعني PDF لاخ هيك مكتوب عليه، هذا ده تشوفوه MB4. MB4. طبعا أنتم المحاضرة الرئيسية هي هاي. الأربعة أي والأربعة بي هذني عبارة عن أسئلة إلكم تتقوون بيها، تحلوها تتقوون بيها على الموضوع أكثر، لأن موضوع الميموري ماب جدا 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 مهم، ويعني حتى بالفاينل يجي عليه عادة سؤال أبو الأربعين درجة. أنت عندك موضوع الميموري ماب والدايجرام اللي هو بالمحاضرة الثالثة، هذني موضوعين جدا مهمات، فهذني أرجو الانتباه عليهن. تمام؟ أنت إحنا هاي المحاضرة مالتنا، وقلنا هاي المحاضرة اللي هي هيك مكتوب عليها 4 أي و4 بي، هاي محاضرة تحتوي على أسئلة، وهذا البي دي اف هذا توضيح للمحاضرة مالتنا. فخليكم ويانا وخلي نبلش بالمحاضرة مالتنا. تمام؟ عندي فتشي الميموري ادرس. مثل ما تعرفون شنو الميموري ادرس، احنا الميموري ادرس اللي هو عنوان الذاكره، مو احنا البصز هسه عيفو الادر، مو عندنا الادرس باص والميموري باص وعندنا الكنترول باص. هاي باص، الباص يعني شلون، خلينا نقول اذا نمثلها شلون الشارع اللي تمشي عليه السيارات او يمشي عليه البشر، فهذا باص. زين، بس العنوان شنو؟ لا، هذا عنوان، اما ذاكره او عنوان، او عنوان شوف انت تريد توصل له. فالميموري ادريس هو شنو؟ هو عنوان ذاكره. يوفر عنوان الذاكره، هذا شيء يسوي؟ يوفر موقع اجهزه الذاكره المختلفه في النظام. مثل ما موضح لكم شو يقول؟ يقول provide the location of various memory devices in the system. زين، البيسك كونسبت مال الميموري انترفيسنج، البيسك كونسبت ان ميموري انترفيسنج يعني المفهوم الاساسي شلون اسوي انترفيسنج للميموري، يعني لربط الذاكره. طبعا هذا الموضوع احنا تكلمنا عليه بالمحاضره الثانيه. بالمحاضره الثانيه من حكينا على اللاتش، وبخذنا الاقل محتوى اللي هو الدي لاتش، وشلون بدينا نسوي الميموري، وصولا اخير شيء وصلنا لهذا الدايجرام اللي هو قلنا هذا الدايجرام بوقته، هذا طبعا تلقوه بالمحاضره الثانيه. قلنا ذا دايجرام اوف 1 كي انترفيس از شو بلو. ايش قلنا؟ قلنا هذا المايكرو بروسيسور وهاي الميموري وهاي الميموري. احنا هسه موضوعنا ايش يقول؟ دا يقول بيسك كونسبت ان ميموري انترفيس. مثل ما دا تشوفون الادرس مالتي هنا مو من اي صفر الى اي 15، الادرس بال 8085 قلنا عباره عن 16 بت اللي هو من الصفر لل 15. فشنو الجزء العلوي؟ هذا الجزء العلوي اللي هو من 8 الى 15 هذا وين راح؟ راح للتشيب سيلكت على مود يختار لي يا ميموري. والجزء السفلي هذا راح للميموري دايركت. تمام؟ وعندي هذا اللي هو انبوت اوتبوت ويا الميموري يندمجن ويا الريد ويا الرايت على مود يطلع لي ميموري ريد او ميموري رايت، ويروحن للبروسيسر على مود اسوي عمليه شنو؟ عمليه قراءه او كتابه، يعني انبوت او اوتبوت، انبوت للميموري او اوتبوت من الميموري. تمام؟ هاي باعوا اذا تذكروها مال الميموري تشيب ايضا بالمحاضره الثانيه، اذا تشوفون هاي هنا الشيب سيلكت الشيب سيلكت الشيب سيلكت، هذني هو هذا الهاير اوردر يختار لي يا شيب سيلكت على مود اروح على يا موقع ذاكره. تمام؟ نرجع الى محاضرتنا. فايش دا يقول؟ دا يقول هنا باعوا اختار الشيب سيلكت، الشيب سيلكت منو يحدده؟ يحدد الهاير اوردر على مود اختار هذا الشيب سيلكت. زين، وراها ايدنتيفاي الميموري لوكيشن، احدد موقع الذاكره اللي اريده، موقع الذاكره اللي اريده هذا منو يحدده؟ اللو اوردر ادريس. وراها انيبل اما انبوت اللي هو الريد او اوتبوت اللي هو الرايت. هذا شنو؟ هذا البيسك كونسبت ان ميموري انترفيسنج. زين، اذا اجي اريد اقول شلون اسوي انترفيس بين
الميموري والمايكرو بروسيسر. يعني اجي هنا اقول عندي هذا مايكرو بروسيسر او 885، وعندي هاي هنا ميموري المين ميموري. المين ميموري شلون راح اسوي انترفيس هذا ويا هذا؟ انا ايش عندي؟ عندي ادرس باص اللي هو 16 بت، وعندي كنترول سيجنال اللي هن الريد والرايت. طبعا بالمناسبه الطلاب الفيديو من تتفرجوه على الحاسبه على مود تكبرون السكرين كلها على مود يكون واضح لكم، تمام؟ لان بالموبايل هاي الكتابات اللي نكتبها ما اتوقع تظهر واضحه، يعني راح تطلع صغيره وما اتوقع راح تفهموها، تمام؟ فهنا أنا شلون اسوي انترفيس بين الميموري ويا المايكرو بروسيسر؟ سهله، مثل ما شرحناها بالمحاضره الثانيه. هاي وينها؟ هاي عندي هاي النقاط، هذا الانترفيس مالتي، خلينا نجي نشوفه هناك كتوضيح. ايش ده يقول؟ ده يقول النقطة الأولى كونكت اللور أوردر مال الأدرس للبنات مال الميموري. هنا الميموري مو بيبن، مو بأطراف، هنا المايكرو بروسيسر بأطراف. فايش ده يقول؟ ده يقول هذا اللور أوردر مال اللور أوردر مال الأدرس مال الادرس باس. وين يربط؟ يربط بالمين ميموري، زين. والهير اوردر راح يولد لي يونيك ادرس، يعني عنوان فريد يروح وين؟ يروح للتشيب سيلكت. يعني انا هنا عندي تشيب سيلكت، وهنا مثلا خلينا نقول عندي تشيب سيلكت ثاني، وهنا عندي مثلا تشيب سيلكت اخر. فيا ميموري راح يختار او يا موقع ذاكره راح يختار هذا هنا الهير اوردر هو اللي راح يولد لي عنوان فريد، الهير اوردر يونيك ادرس، بحيث يروح للميموري اللي انا اريدها قبل. زين، النقطه الاخيره شو يقول؟ يقول عندي كنترول سيجنال اللي هي يصح لها ميموري ريد وميموري رايت. هذني منين جايات الميموري ريد والميموري رايت؟ عندي اذا تتذكرون هذا اخذناه التيبل مالتنا اللي هو انبوت اوتبوت ويا الميموري اللي هو هذا بي داش، وعندي اشاره ريد وإشارة رايت، هذني يندمجن سوية. بحيث هنا راح يصير عندي ريد ورايت. طبعا هن كلهن ذني باللو يشتغلن، تمام؟ هاي حتى هاي الميموري ريد الميموري رايت كله هيك، تمام؟ هذا شلون اسوي انترفيس الميموري ويا المايكرو بروسيسر، تمام؟ وبالتوضيح نفس هذا الشكل اللي هو موجود هنا، تمام؟ اذا تشوفوا الهاير اوردر راح للتشيب سيلكت. طبعا هاي انا هنا ايش دا اصمم 1 كي، واللور اوردر راح للبنات مال الميموري، زين. وهذا اذا تشوفون عندي الريد والرايت والانبوت اوتبوت ميموري صار كومباين، وطلع لي الميموري ريد والميموري رايت، وراح للريد وللرايت كنترول سيجنال اللي هي حدد لي هذا الشيء اما انبوت او اوتبوت، تمام؟ خلينا ناخذ مثال، خلينا نفتهم نشوف ايش دا يصير عندنا. طبعا بالمناسبه طلاب هذا الحكي اللي ذكرناه كله هياته موجود بالمحاضره، بس احنا شنو ذاك كتوضيح على مود للسرعه يعني. زين، هذا المثال ايش يقول عندنا؟ يقول صمم لي دائره. ركز وياي على السؤال لان هذا المثال اذا فهمته نهايه الامثله منا الى نهايه المحاضرات كلها راح تفهمها. هذا المثال اذا ما فهمته لازم ترجع تعيده الى ان تفهمه على مود تفهم باقي الامثله. ايش يقول؟ طبعا هذا المثال جدا بسيط. ايش يقول؟ يقول صمم دائره زين على مود اربط ربع كي، يعني 1/4 كيلو، تمام؟ 1/4 كيلو اوفرام،
ميموري يريد، اصمم له ميموري، نوع الميموري هي رام. زين، يقول مربوطه ويا ادرس باص 10 بت، 10 بت، وديتا باص 8 بت، ودرو ذا ميموري ماب. زين، هاي شلون راح اصممها؟ احنا هسه خل نجي نتفق على شغله على مود نفتهم. خل نجي الواحد كي هي ايش قد؟ 10 2 اس 10، تمام؟ هاي واحد كي. زين، هو شو يريد مني؟ يريد مني ربع كي، يعني هذا الكيلو الواحد راح اقسمه اربع اقسام، فراح يصير ايش قد؟ 2 اس 8، مو؟ ليش؟ لان انا عندي 2 اس 10 ايش قد هي؟ 1024، مو الكيلو 1024. 2 اس 8 ايش قد؟ 256. ف 256 ويا 256 ويا 256 ويا 256 هذا 1 كي. هو شو يريد؟ يريد ربع كي اوف رام. يقول صمم لي ربع كي اوف رام. يعني ايش عندي؟ عندي هنا مايكرو بروسيسور، مايكرو بروسيسور، وعندي هنا رام او ميموري، ويقول اربط لي هذا البروسيسور ويا هذا الميموري، فايش راح نسوي؟ زين، هو ايش قد يريد؟ يريد ربع، يعني 2 اس ايش قد؟ 2 اس 8، 2 اس 8. فيعني اللي داخلات للرام هي ايش قد؟ من طبعا هي كادرس من الاي نوت الى اي 7، من الاي نوت الى الاي 7 هن 8، وهاي 2 اس 8 راح يعطيني ربع. فهنا هذا الرام، بس خلينا نرسم الرام بصوره صحيحه وبصوره واضحه، يعني هذا الرام، هذا رام، هذا راح يدخل له من اي نوت الى اي 7، تمام، اللي هي 2 اس 8. زين، انا ايش عندي؟ عندي ال عندي الواحد كي هي ايش قد؟ 2 اس 10، يعني من الاي نوت الى الاي 9. هاي طبعا ايش قد؟ هاي ربع كي او 2 اس 8، ما يفرق عندي. هاي ايش قد؟ هاي 1 كي او 2 اس 10. زين، اني من الاي صفر الى الاي 7 هذني راح نحجزن، شننا نحجزن ادرس. زين، بقاش عندي اي 8 واي 9. هاي الاي 8 والاي 9 هي اللي راح تصير الشيب سيلكت مالتي، الشيب سيلكت مالتي. فالشيب سيلكت مالتي راح يكون بهالطريقه. انا ايش عندي هنا؟ خليني اجي اوضح لكم اياها. عندي اي 8 واي 9، هنا اي 8 واي 9، لان قلنا الاي من 0 ل 7 محجوزه. فانا ايش عندي؟ عندي اربع احتمالات، ما طولهن بالتين، اربع احتمالات: 0 0 1 0 0 1 1 1، تمام. فهنا راح ادخل 0 0 اللي هي شنو؟ اي 8 باي 9. زين، الحاله الثانيه نفسه، هذا من الاي 0 الى الاي 7، تمام. هنا ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي 1 بصفر. طبعا هاي انفيرترات كلها طلاب، انا عمي نفس الشيء، اي 8 اي 9. طبعا هذا هنا ايش صار؟ هذا صار ربع كي، هذا صار الربع الاول، وهذا صار الربع الثاني، وهنا اجي اسوي، وهنا اجي اسوي، هذا الربع الثالث وهذا الربع الرابع. هنا كلهن داخلات داخلهن من الاي صفر الى اي 7، وهنا كذلك داخلهم منين؟ من الاي صفر الى اي 7. هنا ايش راح يدخل لهم؟ راح يدخل لهم 0 1، وهنا راح يدخل لهم 1 1.
وهذني كلهن الاطراف يروحن وين؟ للمايكرو بروسيسر. فاذا المايكرو بروسيسر يطلع من الاي صفر الى الاي تسعة، من الاي صفر للسبعة راح يربط هنا ويا هذن، والبنيين اللي هن الثمانية والتسعة راح يربطن على هذن على الشيب سيلكت. تمام؟ فبيجي حالة انا سويت صممت ربع كي اوف ميموري باستخدام واحد كي، يعني راح تطلع لي اربع اقسام. فانا مثل ما تشوفون هذا الربع الاول هاي اللي هو صفر صفر، هذا راح يكون صفر واحد. تمام؟ طبعا هاي هنا دا تشوفوها هاي الميموري رايت الميموري ريد، هنا هاي دا تشوفوها من الاي صفر لاي سبعة، هنا من الاي صفر لاي سبعة، وهكذا. هنا كذلك نفس الشيء، هذا واحد صفر وهنا هذا واحد واحد. تمام؟ طبعا بالمناسبة خلني نجي نشوفها بالمحاضرة على مود تبقى لنا الشغلة الأخيرة. بالمحاضرة هاي وينها؟ هنا هيك مسويكم ياها، هاي وينها؟ الفيجر واحد، هذا الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. تمام؟ وأيضا هاي وينها؟ ده تشوفون هاي وينها؟ هذا ربع كي، هذا ربع كي، هذا ربع كي، هذا ربع كي. تمام؟ هسه يبقى شلون أطلع العنوان مالتي، شلون أطلع العنوان مالتي، هاي أهم نقطة، شلون أطلع العنوان مالتي. تمام؟ احنا خلي نتفق على شغله. انا العنوان مالتي ايش راح يكون؟ هيك باع وياي، اي صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، هاي اي سبعه. طلاب هاي ضروري تنتبهوا لها، باع هاي حيل ضروري تنتبهوا لها. انا ايش عندي؟ من الاي صفر للاي سبعه، وعندي هنا اي ثمانيه واي تسعة. زين، نجي احنا كل عنوان، كل رام او اي ميموري، سواء كانت رام او روم، او ما حددت لك رام او روم، فقط قلت لك ميموري، لان هاي بالمحاضرات الجايه، يعني بالعفو بالامثله الجايه، يعني ممكن اقول لك رام او روم او اقول لك ميموري. عندي طبعا اي ميموري بيها عنوان اول وعنوان اخير، يعني فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن، فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن. حتى اذا تتذكرون المين ميموري نفسها مال الاي تي 85 كلها ال 64 كيلو، مو 64 كيلو، هم بيها شنو؟ بيها فيرست لوكيشن اللي هو اربع اصفاره، ولاست لوكيشن اللي هو اربع افات. هذا اول موقع بالذاكره كلها، وهذا اخر موقع بالذاكره كلها. مو هسه حتى اذا تتذكرون بالعملي كنا نبدي من موقع 2000، لان المواقع اللي هي من اربع اصفاره الى 2000 هاي كلها محجوزه للسيستم وللاعازات و و و، فنقدر نستخدم من ال 2000 الى اربع افات. تمام؟ فهاي شيء يصيحوا لها؟ يصيحوا لها الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن. فانا بديهي من اقول لك صمم لي رام او روم و و و، اكيد بي فيرست لوكيشن، زين، وبي last location. تمام؟ زين، ال first location يبدي كل اصفاره، وال last location كلها واحدات. زين، انا كم رام صار عندي؟ صار عندي اربع رامات، مو اربع رامات، هذا الرام الاول الثاني الثالث الرابع. زين، كلهن الفيرست مالتهن شنو؟ اربع اصفاره، العفو يعني كلها اصفاره، واللاست كلها واحدات، وهاي كذلك نفس الشيء. وهاي كذلك نفس الشيء. الاختلاف وين صار عندنا بالرام اللي عندنا؟ الاختلاف صار عندي كالآتي، فقط بالثمانية والتسعة، فكانت هي أول وحدة شنو؟ صفر صفر،
والثانية كانت شنو؟ 1-0 وبعدين 0-1 وبعدين شنو؟ 1-1. تمام. فهسه إذا نجي هنا إيش قد هذا يمثل لي؟ هذا يمثل لي 0-0-0 H. هذا شي يمثل لي؟ يمثل لي F F 0 F F 0. زين، هذا الربع الأول هيك عنوانه، يبدي بهذا العنوان وينتهي بهذا العنوان. زين، الربع الثاني يبدي بشقد؟ يبدي بصفر صفر واحد وينتهي بشقد؟ F F 1. زين، الربع الثالث صفر صفر 2 يعني 200 وينتهي بشقد؟ 2 F F. والربع الثالث 300 وشقد؟ 3 F. هاي العناوين مالتنا نطلعها بهالطريقة. أتمنى تكون واضحة يا شباب. تمام. من الأي صفر للأي سبعة هاي شنو؟ هذا يمثل لي الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن اللي رايحة للبنات مال الميموري، فهاي ثابتة. يعني السرة الأول أنطي صفارة، السرة الثانية أنطي وحدات. الاختلاف هاي راح يصير، راح يصير بالشيب سيلكت. هذا الشيب سيلكت هو اللي يطلع لي مثل ما قلنا اليونيك ادرس. انتم تشوفون هذا اللور اوردر، اللور اوردر ادرس، اللور اوردر ادرس، هذا وين راح يروح؟ راح يروح للميموري، سواء كانت رام روم بغض النظر. وهذا الهاير اوردر وين راح يروح؟ راح يروح للتشيب سيلكت، يطلع لي بسبب. تشوفون انتم هذا الجزء اللي هو على اليمين كله مشابه، كله عبارة عن 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF. الاختلاف وين؟ الجزء اليسار الهاير اوردر هو اللي يطلع لي عنوان مختلف مال الرام الاول عن الرام الثاني عن الرام الثالث عن الرام الرابع. فاذا بواحد كي بواحد كي ميموري اذا اريد اصمم، اذا اريد اصمم ربع كي راح تصمم عندي اربع رامات. تمام طلاب؟ وهذا الحكي موجود وين؟ موجود بالمحاضرة مالتكم اللي هي هاي. وين شوية خلينا نكبرها على مود نشوفها أكثر. هاي تشوفوا هذا اللور أوردر اللي هو هاي وينه، وهذا الهير أوردر اللي هو هذني الاثنين. تمام. هسه إذا تشوفون إذا هنا جرينا خط، هذا الطرف كله ثابت، اللي دا يتغير هاي. وهاي العناوين مالتنا، هذا العنوان البدائي والنهائي. تمام. إذا نجي نريد نشوفها كتوضيح أكثر، هاي وينها؟ تشوفون هاي وينها؟ هذا الربع الأول يبدي بثلاث أصفار ينتهي ب F F صفر. هنا 101 F F 200 2 F F 300 هذا ربع 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 ربع. هذا الرينج أوف أدرس. هذا الرسم هو اللي يصحوا للميموري مابت. يعني مين يجيك سؤال يقول لك سوي لي الميموري مابت، يعني لازم ترسم لي، لازم ترسم لي ميموري. اذا شوف حسب، اذا قلت لك ميموري مال 8085 ترسم لي 64 كي وتاخذ لي منها الاجزاء اللي يريدها، وراح نشوف هسه بالمحاضره، يعني راح نشوف امثله وتوضيحات اكثر. تمام طلاب؟ نجي خلينا نشوف هذا المثال، نشوف هذا المثال. طبعا هذا بالبي دي اف نفسه اللي هو موجود بديكه بالمحاضره. هاي الربع وهاي هنا الادرسز مالتنا. خلينا نجي نشوف هذا المثال. هذا خوش مثال يوضح لك شغلات اكثر. فعلى مود نشوف هذا المثال، هي هاي المحاضره مالتكم جدا سهله ولطيفه وحلوه وما بها اي مشكله. تمام. هذا المثال، هذا المثال شو يقول؟ يقول what is the range ادرس. الرينج ادرس يعني يريد الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن اوف ايتش ميموري تشيب. ها باع هنا ايش دا يقول؟ فور ايتش ميموري تشيب. يعني ايش عندي؟ عندي هنا رام وعندي هنا روم، عندي رام وعندي روم. ايش دا نشوف بالرام؟ ايش قد قيمتها؟ 2 كي. والروم ايش قد قيمتها؟ 2 كي. 2 كي ب 2 كي. زين يريد ها، وبعدين يقول لك ارسم لي الميموري ماب. اذا المطلب الاول شنو؟ المطلب الاول يريد الرينج ادرس.
يعني اجي اقول له الرام الفيرست لوكيشن هيج واللاست لوكيشن هيج، والروم الفيرست لوكيشن هيج واللاست لوكيشن هيج. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني ارسم الميموري ماب، درو الميموري ماب. فلازم هسه نجي نحل هذا الشيء. شلون شو نسوي هسه؟ راح نجي نعرف. زين الاثنين الاثنين كي ايش قد تساوي لي؟ تساوي لي 2 اس 11. 2 اس 11 انتوا وياي طلاب انتبه زين. الاثنين كي 2 اس 11 يعني منين؟ يعني من الاي نوت الى اي 10. فهنا راح يدخل لي من الاي نوت الى اي 10، وهنا راح يدخل لي من الاي نوت الى اي 10. تمام. زين هذا الشيب سيلكت رايح للمايكرو بروسيسر اكيد، وهذا الشيب سيلكت ايضا مربوط بالمايكرو بروسيسر. باع وياي، هذا مربوط بالاوتبوت 0 وهذا مربوط بالاوتبوت 7. زين طبعا هذا مربوط وين؟ مربوط بديكودر، ديكودر 3 ابو 8 يعني يدخل له 3 انبوت يطلع من عنده 8 اوتبوت وهكذا. وهذا هنا ال 14 وال 15. اذا من الاي 0 للاي 10 هذا انبوت. زين اي 11 12 13 اي 11 اي 12 اي 13 هذني انبوت للديكودر، والاي 14 و15 هذني مربوطات فوق 14 و15. زين هاي ال 14 وال 15 هنا بالديزاين منطيها قيمها ثابته 0 0، لان هنا هاي صايره اذا تشوفوا نوت انفيرتر هنا منطيها 0 0 اللي هي ال 14 وال 15 0 0. زين من الاي 0 لل 10 قلنا الفيرست لوكيشن كله صفاره واللاست لوكيشن كله وحدات. اني وين لعبتي؟ لعبتي بهذني الاي 11 و12 وال13. الاي 11 وال12 وال13 وين داخلات؟ داخلات بديكودر. زين خلينا نجي نشوف هذا الديكودر شنو في الميم. مثل ما تعرفون الديكودر، الديكودر 3 في 8. زين يعني بي كم اوتبوت؟ اوتبوت 0 اوتبوت 1 يعني بي اوتبوت 0 output 1 output 2 الى output 7. من 0 لل 7 يعني ايش قد؟ 8 اوتبوتات. زين اذا اريد اطلع الاوتبوت 0 لازم هناش انطي بالانبوت، انطي 0 0 0 مو صحيح؟ زين اذا اريد اطلع الاوتبوت 1 لازم ايش انطي؟ لازم انطي 1 0 0. زين اذا اريد اطلع الاوتبوت 2 راح اطي شنو هو؟ 0 1 0. اذا اريد الاوتبوت 3 1 1 0. اذا اريد الاوتبوت 4 0 0 1 الى اخره. زين اني الرام وين مربوط؟ الرام مربوط بالاوتبوت 0، الرام مربوط بالاوتبوت 0. فاذا هاي صفاره. والروم وين مربوط؟ مربوط بالاوتبوت 7 يعني 3 وحدات 1 1 1. فخل نجي نشوف على هذا الاساس اللي حكينا، خلي نجي نشوف الادرس مالتنا. نجي رام من الاي 0 الى شقد؟ اي 10. زين السلكت مالتي شقد؟ 11 و12 و13 وال14 وال15 هو منطيها بالديزاين ثابته 0 0. زين هنا عندي الفيرست لوكيشن وهنا اللاست، هنا هاي كلها صفاره وهنا كلها وحدات مو هاي بالنسبه للرام. وبالنسبه للروم نفس الشيء، هنا كلها صفاره وهنا كلها وحدات وهاي ثابته. هو على طول الديزاين منطي نوت. الاختلاف وين؟ الرام مربوط على الاوتبوت 0 والروم مربوط على الاوتبوت 7. فهنا شنو؟ ثلاث اصفاره لان اوتبوت 0 وهنا ثلاث وحدات. زين فهنا الفيرست لوكيشن ايش قد راح يطلع عندي؟
راح يطلع عندي صفر 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 صفر. هاي دا تشوفوه من الاي نوت للاي 15 يعني 16 واحد صفر. زين هنا ايش قد راح يطلع؟ اربع وحدات يعني اف، تلحقها اربع وحدات يعني اف، مو تلحقها ثلاث وحدات وياها هذا الصفر يعني سبعه صفر. هذا الفيرست لوكيشن، هذا اللاست لوكيشن. زين هنا اربع اصفاره باربع اصفاره يعني صفر صفر. زين صفرين بواحد يعني ثمانيه ثلاثه. زين هنا ايش راح تكون؟ طبعا هاي كلها واحد. هنا اف باف باف بثلاثه، اف 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 ثلاثه. تمام نجي نشوفها بالمحاضره شو راح يصير. هذا وينه؟ خلينا نكبر باع. هذا هاي 2 كيلو وهنا الروم 2 كيلو، وهنا هاي مربوطه تشيب سيلكت اوتبوت 0 وهنا تشيب سيلكت اوتبوت 7 وهنا نفسها اي 11 12 13 وهنا شنو هاي ثابته. فمن نجي نريد نطلعها هاي وينها؟ هذا الرام هاي الحد هنا، هاي هنا صفاره وحدات، صفاره وحدات. هذا اللور اوردر، هذا اللور اوردر. الهير اوردر هذني الاثنين هو بالديزاين منطيهن ثابتات. بالمناسبه يعني جزء غير ديزاين يعطيك اياها غير قيم. وهذني اللي هن الشيب سيلكت، الرام مربوط على الاوتبوت 0 والروم مربوط على اليمن على الاوتبوت 7. تمام وهكذا ان شاء الله يكون واضح. هذا هسه احنا سوينا باعوا وياي طلاب. هذا هنا حلينا بس المطلب الاول اللي هو شنو؟ وجدنا الرينج ادريس مال الرام والروم. زين هسه المطلب الثاني شو يقول؟ المطلب الثاني يقول ارسم لي الميموري ماب. شلون ارسم الميموري ماب؟ اجي ارسم ال 64 كيلو كلها، 64 كيلو، واطلع هاي اللوكيشن، هذا اللوكيشن وهذا اللوكيشن. هيك يعني هذا وينه؟ هذا اللوكيشن، العفو دقيقة، هاي ال 64 كيلو، هاي ال 64 كيلو. طبعا الرام يبدي بشنو؟ الرام يبدي بشنو؟ مثل ما شفنا بدا بالاربع اصفار، صفر 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 صفر، يعني اول موقع بال 64 استمر 2 كي. هاي وينها؟ 2 كيلو. والروم بدا بهذا الموقع واستمر الى هذا الموقع. طبعا هاي نهايتها شنو؟ نهايتها ايش قد؟ اربع افات. وهاي ال 64 كي الميموري ماب. تمام هاي ال 64 كي الميموري ماب مالتنا. باعوا هذا شيء يصيحوا له؟ يصيحوا له ابسولوت ديكودينج. ابسولوت ديكودينج، الابسولوت ديكودينج معناه انه الادرس مالتنا، الادرس مالتنا ما يطلع بيه نقص، ما يطلع بيه نقص. تمام الادرس مالتنا ما يطلع بيه نقص. فهذا شيء صح ولا يصح ولا الابسولوت ديكودينج؟ اذا الابسولوت ديكودينج هو شنو؟ يقول يتم تحديد شريحه الذاكره فقط لمستوى معين من الهاي اوردر. The memory chip is selected only for a specified logic level on the higher order address lines. وعادة دي يقول الميموري تشيب، مو عادة وإنما دائما الميموري تشيب يطلع يونيك رينج اوف ادريس. يونيك رينج اوف ادريس يعني موقع ذاكرة فريد، موقع ذاكرة فريد. تمام يعني الرام يختلف عن الروم وما بي تداخل وما بي أي شيء وإلى آخره. زين هذا وين نستخدمه؟ يقول استخدمه باللارج ميموري سيستم. فاخاف مثلا يجيك تعريف يقول لك شنو الابسولوت ديكودينج زين وشنو معناه وين نستخدمه، هذا الحكي قدامكم. تمام عندي نوع الاخر من الديكودينج يصيحوا له لينير ديكودينج. لينير ديكودينج
شنو هذا اللينير ديكودينج؟ ايش دي يسوي؟ شنو فائدته؟ هسه راح نجي نشوف بهذا المثال. تمام؟ هذا مثال ايش دي يقول؟ دي يقول ها نفس المثال السابق، نفس المثال السابق، مو عندي روم 2 كي وعندي رام 2 كي. دي يقول الرام ال 2 كي ايش دي يقول؟ دي يقول ريبليس ال 2 كي رام ويا 1 كي رام بالمثال السابق. ال 2 كي رام ويا شنو؟ ويا 1 كي رام. شنو التغيير اللي راح يصير عندنا؟ بالمثال ذاك كانت 2 اس داش اللي هي ايش قد؟ 2 كيلو 2 كي. هنا دي يقول يا بمكان ذاك الديزاين الرام مالتي ال 2 كي سوي لي اياها 1 كي. عفوا سوي لي اياها 1 كي. الواحد كي يعني ايش قد؟ 2 اس 10. زين هناك بذاك الديزاين قلنا من الاي صفر، طبعا هنا ال 2 اس 11 يعني من الاي صفر المن الى الاي 10، وال 2 اس 10 اللي هي الواحد كي من الاي صفر الى يا اي الى اي 9. زين بالمثال السابق، خلنا نحكي على المثال السابق، من الاي صفر الى الاي 10 وبعدين شنو؟ اي 11 12 13 وال 14 15 اللي هن ذني هنا قلنا 0 0 هنا 0 0 وهنا الرام كان مربوط على الاوتبوت 0 فهذن كلهن صفاره وهنا كلهن صفاره وهنا كلهن وحدات. هاي وين؟ بالمثال السابق. هسه ايش يقول؟ دي يقول لي لا سوي لي يا ريبليس بمكان ال 2 كي واخذ 1 كي. الواحد كي معناته شنو؟ من الاي صفر المن الى الاي 9. طلاب انتبهوا وياي، الاي 10 نتركه وهنا 11 اللي هنا مال الديكودر 11 12 13 وهذني ال 14 و 15. زين الفيرست لوكيشن كله صفاره، هاي متين منه، واللاست لوكيشن كله وحدات، وانا هذا اني ثابتات كلها صفاره حسب الديزاين لان مربوط على الاوتبوت 0. بقى عندي الاي 10 فارغ، فارغ هذا هنا ايش راح يخليه من فارغ؟ راح يصير دونت كير، راح يصير don't care. ومثل ما نعرف ال don't care ممكن ياخذ صفر وممكن ياخذ واحد، فاذا اخذ صفر يعني اذا ال don't care صار صفر فال first location مالتي ايش راح يصير؟ راح يصير هذا الشيء. واللاست لوكيشن مالتي ايش راح يصير؟ اربع صفارة اف اف ثلاثة صفر هذا اللاست. هذا شنو؟ هذا اف اف اي 10 تساوي لي صفر. زين اف اي 10 تساوي لي واحد، يعني هنا بمكان الصفر قلنا don't care واحد، فالفيرست لوكيشن ايش راح يصير؟ الفيرست لوكيشن ايش راح يصير؟ راح يصير صفر صفر أربعة صفر، واللاست لوكيشن راح يصير اف اف سبعة صفر. فهنا مثل ما تشوفون بال 2 كي طلع لي هو 2 كي كامله فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن، من قللناها سويناها 1 كي على نفس الديزاين السابق الاي 10 ظلت عندي فارغه، فرضناها مو فرضناها بالديزاين راح يصير دونت كير، فممكن تاخذ صفر ممكن تاخذ واحد. اذا كانت صفر هذا الفيرست لوكيشن وهذا اللاست لوكيشن، وهنا اذا خليناها واحد هذا الفيرست لوكيشن وهذا اللاست لوكيشن، هذا راح يؤدي لي الى شنو؟ الى انه الميموري ماب مالتي راح تكون كالآتي. لتشوفوها نرجع للمحاضرة،
هاي اذا تشوفوا هذا الرينج مالتي هنا صار عندي دونت كير، تمام. اذا الاي صفر هذا الرينج مالتي، واذا الاي واحد هذا الرينج مالتي، وهكذا. باعوا من يطلع عندي تو رينج، تو رينج هذا يصيحوا له فول باك سبيس، فول باك سبيس. الفول باك سبيس معناته شنو؟ الفول باك سبيس معناه لينير ديكودينج. هسه عرفت شنو الفرق بين الابسولوت ديكودينج واللينير ديكودينج؟ الابسولوت ديكودينج العنوان يطلع كامل كله عباره عن قطعه واحده، فيرست لوكيشن لاست لوكيشن. اللينير ديكودينج معناه الرام او الروم او اثنينهن كل واحد بيها عنوانين، فيرست تو لاست وفيرست تو لاست، يعني بي فول باج سبيس، يعني بي يعني الميموري مالتي راح تتجزء الى جزئين. خلينا نشوفها بالميموري ماب، بالميموري ماب راح تطلع اوضح. باعود تشوفون هذا الديزاين مالتي، هذا الروم ما تغير، هو بقى اثنين كي ما لعبنا بالديزاين. هذا هو شنو؟ الرام مالتي. باعود اذا اخذه كاثنين كي كله، كاثنين كي كله، فهذا الديزاين مالتي البدايه، هذا الفيرست وهذا اللاست، هاي كاثنين كي كلها زين، بس ما طول جزئتها. فالفيرست هذا واللاست هذا مال شنو؟ مال الواحد كي رام، وهذا مال الفول باج سبيس مال الواحد كي رام. طبعا هذا تكون مساويه الى هذا بشنو؟ مساويه بالحجم، هاي واحد كي هاي واحد كي، لكن كاستخدام بالديزاين الخزر راح يصير بس بهاي، هاي راح تصير يعني كانما كوبي الهاي او باكاب الهاي، تمام. ف اللينير ديكودينج هذا هو معناه، ومعناه انه عندي فول باج سبيس، وهذا يستخدم وين؟ بالسمول سيستم، بالسمول سيستم. وانا هاي كاتب لكم ملاحظه، الرينج مال الروم ما راح يتغير، ليش؟ لانه هو 2 كي بقى 2 كي، بس عندي الرام 1 كي، ايش صار؟ صار 2 كي، تمام. زين خلينا نشوف هذا المثال، هذا مثال حلو ما بي شيء، سهل ان شاء الله. وخلينا نشوفه هو شنو، ايش دا يقول؟ دا يقول اوجد للرينج مال الادرس، يعني الرينج مال الرام والرينج مال شنو؟ الروم. وشنو الديكودينج مالتي؟ التايب اوف ديكودينج، وهل بي فول باج سبيس لو ما بي؟ وارسم لي الميموري ماب. زين يعني النقطه الاولى شريد اريد الرينج مال من؟ الرينج مال ادرس مال الرام ومال الروم. النقطة الثانية شنو نوع الديكودينج؟ ابسولوت لو لينير. النقطة الثالثة بي فولد باج سبيس لو ما بي. والنقطة الرابعة ادرو الميموري ماب. هاي طبعا هيك يجيكم السؤال طلاب، هيك يجيكم السؤال. وهاي بعد هنا الملاعيب، هاي تشوف سلك تشوف وين اخلي لكم اياه على يا اوتبوت. زين هنا مثلا الاي 15 مره اربطها جراوند مره اربطها بي سي سي، شوف انا شرد اسويها، وهاي مالتي السلك. هسه هذا الديزاين مالتي. زين الأربعة كي، الأربعة كي يعني اثنين أس شقد؟ اثنين أس شقد؟ خلنا نجي نريد نحل. عندي هنا رام وعندي روم، ده يقول أريدهن أربعة كي. الأربعة كي اثنين أس 12، يعني منين؟ من الأي نوت إلى الأي 11. فهنا اجي اقول من الاي نوت الى اي 11، هاي ثابته، الفيرست لوكيشن كله صفاره وهنا كله واحدات، وبالروم هنا كله صفاره وهنا كله واحدات، تمام. هسه ايش بقالي؟ بقالي 12 13
14 15. ال 12 وال 13 وال 14 وين داخلات؟ داخلات بالديكودر مالتي. وين مربوطات؟ الرام مربوط على اوتبوت 3 والروم مربوط على اوتبوت 5. اوتبوت 3 يعني 0 1 2 3 مربوط على اوتبوت 3، والرام وين مربوط؟ على اوتبوت 5. تمام؟ فاوتبوت 3 1 1 0 1 1 0، اوتبوت 5 1 0 1 1 0 1. تمام؟ والبن 15 اتوقع يعني حسب ما اتذكر، وين المثال؟ البن 15 مثال، خلنا نشوفه. البن 15 هذا رايح واحد، يعني قبل مربوط قبل واحد. واحد 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 واحد. زين، هسه نجي على المطلب الاول، الرينج مال الرام والرينج مال الروم. الرينج مال الرام ايش راح يصير؟ الفيرست لوكيشن 0 0 0 بي، واللاست لوكيشن اف 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 بي. زين، الفيرست لوكيشن مال الروم 0 0 0 دي اف 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 دي. هذا المطلب الاول، الرينج مال الادرس. المطلب الثاني، شنو نوع الديكودينج؟ هذا وين ابسولوت ديكودينج، استخدمنا كل الاطراف. زين، بي فول باك سبيس؟ لا، ما بي فول باك سبيس، لا ما طلع لي لينير ديكودينج على مود يطلع لي فول باك سبيس، فنو فول باك سبيس وابسولوت ديكودينج. زين، تعال ارسم لي اياها بال 64 كي، هاي ال 64 كي، هنا اربع صفاره وهنا اربع افات، هذا البدايه والنهايه. فانا ايش راح تجي شو تقول؟ تقول هاي 4 كي رام وهنا 4 كي روم، تبدي من بي 0 0 0 وبي اف 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 وهكذا، والروم هنا تخلي الفيرست لوكيشن وهنا تخلي اللاست لوكيشن. تمام؟ اذا هنا نجي على المحاضره، وين هاي؟ وينها؟ بتشوفون نو فول باج سبيس، نو فول باج سبيس، ابسولوت ديكودينج، وهاي الرينجات مالاتي. تمام؟ ولهنا تكون خلصت محاضرتنا الرابعه. ان شاء الله تكون سهله، ان شاء الله تكون مفهومه. طبعا بالمناسبه تقدرون تتواصلون وياي، اللي عنده سؤال يسالني على التليجرام او على المسجز مال الفيسبوك، راح اخلي لكم اياها بالديسكربشن مال الفيديو. تمام؟ هسه نجي على نقطة مهمة، احنا هنا خلصت المحاضرة مالتنا. ايش خالي لكم؟ ايش خالي لكم بالمحاضرات؟ خالي لكم 4A و4B. هاي ال4A وال4B عبارة عن فقط أسئلة. هاي أسئلة لكم على مود تتقوون، أسئلة لكم على مود تتقوون، تحلوها إذا من تقرون المحاضرة وتكملوها تحلون هاي الأسئلة راح تفهموها 100%. اللي أريده منكم شنو؟ طبعا ال4A انتوا اذا قريتوا الاربعه بي، الاربعه بي باعوا، الاربعه بي هاي وينها؟ عباره عن سبع صفحات، عباره عن سبع صفحات بيها كل الاسئله الشامله وبيها اسئله جديده وافكار جديده. شوفوا مثلا، خلينا نجي على هذا المثال الاول، هذا ديزاين تشوفوه، هذا ديزاين، هذا ديزاين، هذا ديكودر، هنا 12 13 14 12 13 14 وهنا 15، وده تشوفون هذا ال 15 داخل على بوبل. زين، هنا رام، العفو، هنا رام وهنا روم، 4 كي ب 4 كي، وهنا من الصفر لل 11 وهنا من الصفر لل 11، واضحه؟ لان هو ال 4 كي 2 اس 12، يعني من الاي نوت الى الاي 11. هسه هذا السؤال، هذا الديزاين العفو، شنو ايش طالب عندكم سؤال؟ ده يقول لك اوجد لي الرينج مال الادرس مال الرام ومال الروم. هاي هنا تطلعون الرينج مال الادرس، مو تطلعون الرينج، وهذا الميموري ماب مالتي، الرسم مالتي. تمام؟ مو تطلعون وراها هنا، هذا مثلا هوم ورك، هذا مثلا هوم ورك. ايش ده يقول لك؟ ده يقول لك الروم، ده يقول لك الروم هنا، الروم مو مربوط على اوتبوت واحد، وهنا الروم مربوط على اوتبوت سبعه. ايش ده يقول لك هنا؟ هوم ورك، فد هوم ورك لكم هذا. ده يقول لك يا ببدل لي اياه، اذا الروم ربطته على اوتبوت 4
والرام ربطته على اوتبوت 5، شنو الناتج؟ شنو الناتج؟ تمام؟ هاي تحلوا لي اياها، هذا الهوم ورك اريده مطلوب، هذا تحلوه وتدزوا لي اياه على مود اقيمكم عليه، انطيكم عليه حضور وبنفس الوقت اعطيكم عليه تقييم درجات اعمال السنه. اللي ما يدز لي يعني ما راح اقيمه، لان ما ادري حضر المحاضره ما حضر، افتهم ما افتهم، واللي عنده سؤال يقدر يسال زملائه او يقدر يتوجه الي يسالني دايركت. زين، هذا مثال، هذا سؤال الاخ ده يقول لك اذا بدلنا ال 14 بمكان ال 15 ايش راح يطلع الرينج مال ادرس مال الرام والروم، وبعدين اذا بدلنا ال 12 ويا ال 15 ايش راح يطلع الادرس مال الرام والروم. طبعا شنو مثلا هذا محلول، هذا انا حال لكم اياه، هذا الاي وهذا البي، هذا الاي وهذا البي محلول. زين، هنا الرابع هذا هوم ورك، هذا هوم ورك يقول لك عيد الخطوه الاولى بس اذا ربطنا ال 15 للاي 3 والاي 1 والاي 2 للجراوند ايش راح يطلع عندك. هذا هوم ورك لاخ، يقول لك عيد الخطوه الاولى بس بدلنا ال 12 ويا ال 14 ايش راح يطلع عندك. هذا النقطه السادسه، يقول لك هاي محلوله النقطه السادسه، عيد الخطوه الاولى بس الروم سوي لي 2K بدل 4K. هنا بالوجه اكيد ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هاي اللي تشوفوه فول باج سبيس، راح يصير لينير ديكودينج. تمام، راح يصير لينير ديكودينج، وهكذا وهكذا. هاي مجرد امثله، بيها جزء محلول وبيها جزء هوم وركات، حلوها جدا مفيده وحلوه وراح تخليكم تتقوون بالمحاضره بشكل اكثر. لهنا خلصنا وياكم المحاضره الرابعه، اتمنى تكونوا فهمتوا، واللي عنده سؤال يتوجه الي، وتحياتي لكم.